ممكن نتكلم في الكوره شويه؟ في ايه اللي هنتكلم في الكوره فيه؟ بعد اذنك يا كابتن بشير. اتفضل بعد اذنك. نتكلم في الكوره يعني. طبعا. بكره في ماتش الاهلي وبيراميدز، عايزين ندي الماتش حقه. اه طبعا. اه ماتش برضو الاهلي وبيراميدز، لا مباراه قويه. قويه جدا. مباراه كبيره. وبيراميدز هيعمل مباراه كبيره وممكن ياخد الكاس بكره، وانا بقول لك 70% ياخد الكاس بكره. انا بقول لك واسمع مني. نطقت دلوقتي؟ ليه نطقت ليه؟ اسمع مني انا. اسمع مني. انت عارف بس غيابات بيراميدز هو بس الأول. لا غيابات. مهيب مهيب. آه. انا بقول لك اهوت ورانا كام ماتش. ده إيه؟ هو يعني حاسس الاحساس، عارف الاحساس. هو ده عند بشير الوقتي جاله كده واحد قال له بقول لك ايه، قول الوقت ماشي وارد اللي بيراميدز، بس نسب الاهلي اعلى واكبر، جمهوره انت تلاقي الاستاد كله مليان نادي الاهلي. لا جمهوره دور. بص تشكيل بيراميدز المتوقعه يعني الشناوي، محمد حمدي، سامي، جبر، توفيق، توريه، كارتي، اسلام عيسى، مصطفى فتحي، ابراهيم عادل، رمضان صبحي. يكسبوا الاهلي؟ يكسبوا الاهلي. طب ما كان في ماتش من طب والزمالك، والزمالك لو موجود كان كسب الاهلي؟ في ماتش بسيط من فتره. الزمالك لو موجود مش هيكسب الاهلي. بيراميدز والاهلي مش هيكسب الاهلي. ليه؟